السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. وصلتني شكوى من أحد المتابعين. المتابع بيقول لي إن هو كان متعامل مع جهة معينة، كان واخد منها سلفة أو قرض حاجة كده، تمام. إحنا طبعا مش هنقول اسم الجهة دي طبعا منعا للمشاكل يعني، بس هو بيقول إن هو سدد القرض بالكامل وتفاجأ ان هو جاي عليه حبس 6 شهور. الكلام ده من 7 سنين، يعني هو سدد من 6 سنين او من 7 سنين، وتفاجأ النهاردة ان هو جاي عليه حبس 6 شهور عشان هو ما سددش مع ان هو مسدد. طيب الحكاية حصلت ازاي؟ الحكاية حصلت ان في وسيط بينه وبين المؤسسة دي، تمام. طبعا المؤسسة دي بتشمل اذا كانت جمعية واذا كانت بنك، اذا كان اي حاجة بتقدم قروض يعني وسلع. المؤسسة دي ليها ناس بتلم القروض دي، فهو راح سدد، واللي هو سدد له اخر 3 اقساط ما راحش سدده، او سددهم ونسي يقيدهم، ايا كان يعني لابد ان نلتمس العذر للناس يعني. بس مش دي المشكلة، المشكلة ان في حد جاله حبس 6 شهور وهو مسدد. لازم تاخد بالك من النقطة دي، لما تسدد تاخد مخالصة، دي حاجة مهمة جدا، علشان في الموقف اللي احنا فيه النهاردة لو انت معاك المخالصة دي محدش يقدر يقول لك لا انت عليك 6 شهور، مجرد ان انت هتروح تقف قدام القاضي، والله يا سيادة القاضي انا معايا المخالصة دي ان انا سددت اخر قسط للجمعية المعينة او للمكان المعين ده، خلاص. لكن دلوقتي انت مش معاك، انت مضطر ان انت تروح تسددهم تاني. طيب في ناس بتاخد الفلوس دي تحطها في جيبها، واحنا ما نشهدش على حد بكده طبعا، بس برضك في ناس محترمة بتسدد وبتنسى ان هي تعمل اجراءات المخالصة والكلام ده، بيحصل مع ناس كتير. بس لما يكون رب البيت او ربة البيت هي العائل الوحيد للأسرة وفجأة يتحبس علشان مبلغ معين، يروح فين؟ ايه دي بقى المشكلة؟ يعني مشكلة ان انت تبقى قاعد راجل محترم اتزنقت في يوم من الايام ورحت سحبت قرض من البنك او سلفة من جمعية معينة وسددتها والتزمت معاهم بالفوائد بتاعتهم و100 فل و10، تفاجئ ان انت عليك 6 شهور حبس. طبعا الكلام ده مش مقبول، الكلام ده غلط، الكلام ده لازم الناس اللي بتعمل كده تراجع نفسها وتراجع الناس اللي بتستلم السلف. المؤسسة اللي انا بتكلم عليها دي كان ليها باع طويل من المشاكل، وناس واخدة فلوس ومسددتهاش، وناس واخدة فلوس باسم ناس تاني. مش عايزين نتكلم ومش عايزين نفتح الموال ولا المجال ان حد يدلي بدله. احنا بس اللي بنقوله النهاردة ان انت لما تاخد سلفة او قرض من مكان معين مع اخر قسط لازم تاخد مخالصة او المكان ده ان هو يشهد ان فلان الفلاني سدد كل الفلوس اللي عليه وان هذه مخالصة بذلك. غير كده انت معرض ان انت في اي وقت تتحبس وانت قاعد في بيتك وانت راجل محترم. اتمنى تكون الرسالة وصلت. اي حد عنده مشكلة زي دي او شبه دي يقدر يتواصل معايا على حسابي الشخصي، تليفوناتي مفتوحة طول الوقت لأي حد يعني، بس يعني نتحرى الوقت برضو. أشكركم جدا، وأتمنى أن هي تكون الرسالة وصلت لوجه الله. شكرا، والسلام عليكم.